أول شيء الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله أنه الله بيكرمنا وبنشوفهم وبنشوف أبو العزمة ونشوف كل أبو أحمد نور جرار وكل الشهداء، وأنهم بكرموهم وبقاوهم مثل ما أمر ديننا. اللي شفته يعني اليوم يعني أبسطني كثير، أنه ملامح الشهيد مش متغيرة نهائيا، وكأنه يعني تكون قبل ساعات مستشهد. الحمد لله رب العالمين، هذا يعني ريح قلبي شوية، ويعني بطمن كل الناس اللي عندهم أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم إني أنا شوفي وكأنه حاليا مستشهد. الحمد لله، إن شاء الله الله بيكرمهم جميعاً.